بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم فاصولية بالخضرة أو سلطة الفاصولية. وصفة سهلة لذيذة. بعمل الصوص ربع كوب ليمون أو الليمون حسب الرغبة، كيف تحب الحامض. ملح حسب الرغبة. 8 كوب زيت الزيتون أو معلقتين كبار. 1 سن ثوم. حط ملعقة كبيرة سماء. نضيف ملعقة كبيرة نعناع ناشف. نص ملعقة فليفلة حمراء ناعمة. رشة قرنفل. رشة قرفة. رشة كركم. رشة زنجبيل. هاي التوابل ترفع المناعة بتقتل الجراثيم. نص كوب لبنة أو لبن زبادي. إذا حطينا لبنة نحط مع اللبنة ربع كوب مي، لأن اللبنة ناشفة متماسكة. حرك. فلفل رشي. بهارات مشكل رشي أو بهارات السبعة أو بهارات الكاري. حط الصوص على جنب بينما طبق السلطة أو بحطه بالبراد. بعمل مكونات السلطة. كوب فاصولية بيضاء. فاصولية البيضاء إما تكون معلبة أو تكون مطبوخة بالبيت. إذا كانت مطبوخة بالبيت نقع الفاصولية قبل بيوم المساء بالمي. تاني يوم منحط الفاصولية على النار، منكب مية النقع، منحط مي جديدة، منحط نص ملعقة كربولا أو بيكربونات الصودا حتى تستوي بسرعة. إذا كانت الفاصولية معلبة، إذا كانت العلبة فيها مي منكب مية العلبة. نغسل الفاصولية، منحط مي جديدة بالطنجرة، منحطها على النار، نغليها غلوة واحدة، بعدين منكب المي. ناخد بس الفاصولية. 3 كوب ملفوف بنفسجي اختياري. إذا جبنا ملفوف بنفسجي صغيرة تعمل كمية كبيرة. 3 كوب بقدونس. نص كوب كزبرة. نص كوب خيار. كوب بقلي. هاي البقلي لأن إلها أسماء تانية بالدول العربية. ربع كوب بصل. ربع كوب فليفلة حمراء. ربع كوب فليفلة خضراء، ممكن تحطوا بس خضراء. نص كوب بندورة أو طماطم. ربع كوب شبت. هذا الشبت. كوب جرجير. ورق جرجير. 15 ورقة نعناع أخضر. نص كوب جزر مبشور، ممكن يكون الجزر مفروم. نص كوب ذرة. الذرة معلبة لأن هلأ ما في موسم الذرة. لما نجيب الذرة معلبة نكب مية الذرة إذا كان فيها مي. إذا ما فيها مي ناخد الذرة نحطها على النار بالطنجرة، بس تغلي المي غلوة وحدة، نكب المي ناخد الذرة حتى تروح منها المواد الحافظة هي والفاصولية. كوب خس. زودت على الصوص ربع كوب مي. لما نحط المي نظبط الملح، نظبط الليمون. ليمون حسب الرغبة كيف تحب الحمض. حط الصوص فوق الخضار. حرك. ما طيب ناشفة لازم يكون الصوص فيها مبين. الخضار طيبة والصوص يعطيها طعم أطيب. اللي بيحب زيت الزيتون أكتر يحط زيت الزيتون أكتر. الصوص حسب رغبتكم لأن الصوص هو بدي يعطيها الطعم. ممكن نعمل كوب من كل نوع، ممكن نعمل نص كوب من كل نوع. ما عدا البصل ربع كوب. ما عدا البصل والثوم. الثوم أقصى حد 2 سن ثوم. تتاكل لحالة المشبعة، بتاكل جنب أي صنف تاني. ممكن تتاكل مع ورق الخس. حبوها الكبار والصغار، مناسبة للأفراح والأعياد والمناسبات. تكمل السفرة طبق راقي، طبق فخم، مناسبة لفقر الدم لأن كلها خضار، معادن، فيتامينات. ممكن نحط عليها الشمندر المسلوق. حتى يستوي الشمندر معنا على النار بسرعة نقطع الشمندر، نحط عليه المي، نسلقه على النار لأن الشمندر كله حديد.
جذبوة طيبة كثير، وجبة كاملة متكاملة فيها كل المواد الغذائية، فيتامينات والمعادن، ترفع المناعة، سلطة ألوان، ألوان جميلة مزينة حالة. كل ما زادت كمية الخضرة زادت كمية الصوص. كمية الصوص حسب الرغبة، في ناس تحبه قليل، ناس كتير، ناس وسط. ممكن الاشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وجبة صحية مشبعة فيها بروتين، فاصولية بروتين، نشويات الذرة والخضار، مناسبة للعشاء، مناسبة للغداء، مناسبة لرمضان. عملت وصفة مع الفاصولية الحمراء من أول، ممكن نعملها مع الحمص أو مع الترمس. الترمس هو البليلة، يشبه الذرة بس شكله مدور. الترمس ما بيرفع سكر الدم، خالي من الجلوتين.